حياكم الله مجددا في هلا. اليوم من ضمن كثير من الحلقات اللي نقدمها في موضوع التوعية الصحية سنلقي الضوء على واحد من الأمراض الموجودة اليوم. أيضا في جديد في هذا الجانب وفيما يتعلق بهذا الفيروس أنه صار في شيء من التحصين أو التطعيم لأول مرة في المملكة العربية السعودية ضده. سنتحدث عن كل تفاصيله مع أحد المختصين أو إحدى المختصات وهي الدكتورة ندى منشي مديرة قسم الوقاية من سرطان عنق الرحم وفيروس الورم الحليمي البشري. ما هو هذا الفيروس؟ ما أبعاده؟ ما آثاره؟ كيف يمكن الوقاية منه؟ كل هذه التفاصيل سأعرفها بصحبة الدكتورة. دكتورة حياك الله معنا في أهلا وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. أهلا، أشكركم على دعوة البرنامج. أهلا. في البداية دكتورة، وش ممكن تعرفينا عن هذا الفيروس ووجوده؟ نعم، الفيروس طبعا هو الفيروسات اللي تنتقل عن طريق التلامس الجلدي. يصيب منطقة عنق الرحم، ومع الأيام ومع السنين يتحول إلى سرطان. فكوننا نطعم، أو أولا خلينا نقول نتكلم قبل الفيروس عن برنامجنا. إيش هو البرنامج؟ البرنامج هو برنامج التحصين للوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري. وطبعا هذا الفيروس هو المسبب لسرطان عنق الرحم. الحليمي هكذا. الحليمي. أنا ضغطت خطأ في البداية. نعم. طيب وش برنامج التحصين؟ يعني اليوم في لقاح ضد هذا الموضوع يؤخذ قبلا؟ نعم. طبعا لأول مرة في المملكة راح يكون هناك برنامج مدرسي للتحصين من هذا الفيروس. اللقاح، بس أحب أطمن المجتمع، اللقاح موجود وتمت الدراسات والأبحاث عليه لمدة 15 عام، ويوجد 141 دولة عندها برنامج تحصين ضد هذا الفيروس. فإحنا مو أول الناس، بس لازم نعرف شيء. إحنا متى بدأنا بالتفكير أنه لازم ندخل هذا البرنامج التحصيني لوقاية بناتنا وأمهات المستقبل؟ 2017 منظمة الصحة العالمية صرحت بمأمونية اللقاح، يعني اللقاح آمن. بعدين في سنة 2020 ومع بدء الجائحة كنت يعني أشتغل عليه. يعني لازم تعرفوا أنه هذا البرنامج شغالين عليه سنتين، مو يوم أو يومين، يعني غطينا من كل النواحي. أصدرت وصرحت منظمة الصحة العالمية بمبتدأ ومبادرة استئصال سرطان عنق الرحم عبر تطعيم الفتيات من عمر 9 إلى 14 سنة. فارتئينا طبعا أنه نختار صف واحد يكون تطعيمه في البرنامج بشكل سنوي. طبعا اللقاح عبارة عن جرعتين. الأشياء يقولوا ممكن في ناس يقولوا ليش الآن؟ ليش اخترت ذا العمر؟ طبعا حيكون البنات عمرهم 12 و13 سنة. كل جميع بنات الأول متوسط في المملكة، جميع المدارس حكومية وغير حكومية. بس إذا تسمحي لي دكتور اتفضل. عشان نوضح هذه النقطة للناس. نعم. اليوم أنت قلتي أنه اللقاح هذا يأخذ من سن 9 إلى 14 سنة. أنتوا حتعطوا هذه الفئة ولا محددين فئة بينها؟ نو. الفئة المستهدفة هي من 9 إلى 13. مبتدأ منظمة الصحة العالمية أنه من 9 إلى 14 لازم نحصن البنات في هذا العمر. قولي ليش؟ طبعا لا، بس بنرجع لليش. بس الآن اللي بيطبق في المملكة في سن كم؟ الفئة العمرية 9 إلى 13، لكن اخترنا صف وليس عمر. اخترنا الصف الأول المتوسط. كم تكون أعمارهم؟ يتراوحون 12 أو 13. حلو. كل الطالبات اللي في صف أول متوسط بياخذوا اللقاح هذا العام. نعم. 2022. نعم. نعم. كيف حتروحوا للمدارس وتعطون؟ هذا هو طبعا البرنامج، هو عبارة عن تعاون بيننا وبين وزارة التعليم. طبعا راح نبدأ هذا الأسبوع على مراحل، بدءا بالرياض. كل مناطق المملكة سوف يعني يحصنوا البنات بهذه الفئة العمرية في كل مناطق المملكة. طيب هذا التحصين لمرة واحدة في العمر ولا يحتاج ياخذوا سنويا؟ لمرة واحدة وجرعتين. جرعة الآن اللي راح يبدأوها الآن، وبعدين الجرعة الثانية بفاصل 6 أشهر إلى سنة. يعني ما تنتهي سنة 2022 إن شاء الله بإذن الله إلا هم مطعمين الجرعتين،
وخلاص this is enough. طيب. يعني هو مرة واحدة في العمر. طيب الآثار اللقاح أو مضاعفاته أو الأشياء المتوقعة منه؟ نعم طبعا اللقاح مثله هو intramuscular، الروت حقه أو طريقة العطاء intramuscular، طبعا معناته في العضل، زي طبعا ما يخفي عننا الكوفيد 19، تطعيمة الكوفيد 19 في نفس مكانها في الأبر آرم، ينعطى فيها. لو تقول لي إيش الآثار الجانبية بقول لك المتوقع، ما في شيء مختلف، نفسه الإحمرار، الانتفاخ في منطقة الحقن، أحيانا بعضهم يجيهم صداع وهذا جدا نادر، ما في شيء. وآمن أطمنك أكثر، ليومك ذا 500 أكثر من 500 مليون جرعة أعطيت على مدى مستوى العالم. مستوى العالم. طيب اللقاح حيكون إلزامي ولا اختياري؟ طبعا ما نحب احنا دائما نختار هذه الكلمة إلزامي، خلينا نقولها بطريقة أصح. إنه؟ طبعا في جدولة لقاحات احنا نعرفها منذ ولادة الطفل إلى عمر المدرسة، رح تنحط ضمن الجدول التحصين الوطني. جميل. لا أنا كان قصدي من سؤالي يعني أنه مثلا لو في وحدة في أولى متوسط وقال لكم ولي أمرها ولا أهلها ولا هي أنا ما أبغى أخذ اللقاح ولا خايفة منه ولا شيء، كيف التصرف في الموضوع؟ يعني أشكرك على سؤالك هذا، بس ممكن أنه في ناس كثيرين يسألوا، بس سبحان الله إحنا كثفنا جهود يعني مع وزارة التعليم أنه علموهم بالمصلحة اللي جاية لما تاخذ اللقاح. يعني يا اباء يا امهات لا تخافون عليك، شجعوهم. يوم الايام في كثيرين يا لطيف من مريضات ومصابات سرطان عنق الرحم يعني يجوا للشركه المصنعه يقولوا يا ليتنا عارفين من زمان في لقاح، كم ما جانا. لانه تخيل لو بنتكلم متى يكتشف هذا السرطان، دائما في اخر مراحله. طيب لا يوجد يعني علاج يكون. كم نسبه الحمايه؟ اوكي الحمايه إيه؟ تقريبا اكثر من 90%. ما شاء الله يعني جميل. كبيره جدا. جميل. مو بس كذا يعني اعطيك شيء اقوى. ايه؟ يعني يخلي اولياء الامور يتشجعوا اكثر. خلينا نقول 358 مصابه سنويا بهذا السرطان، و179 تتوفى وتفقد حياتها. تخيل يعني ايش نقول، يعني عدد جدا كبير من المصابات به. فدائما يكتشف في، لانه هو سرطان شرس، يكتشف في اخر مراحله. طيب الان اللي فهمته من كلامك دكتوره انه هذا اللقاح سيكون ضمن جدول اللقاحات اللي تعطى الوطني لكل الاشخاص اجمالا. نعم. مثلا من اول ما يولد الشخص معروف انه في الحصبه شلل الاطفال، أيوة. سينضم اليه لقاح باسم ضد فيروس الورم الحليمي البشري. نعم. لما يوصل او توصل الفتاه الى سن مرحله اللي هو المتوسط ما بين 9 الى 14 سنه، هي تكون لا 9 الى 14 هذا 12 اللي هو 12 13 هذه في السعوديه. نعم. بتصير في السعوديه. جميل. والكل. طيب. المدارس والكل. طيب لو السعوديات وغير السعوديات. هذا اللي بسالك قبل ما اختم، لو في واحده ما تدرس موجودة في البيت في هذا العمر أو في حدود هذا العمر تبغى تأخذه، إيش الآلية؟ جميل جدا. أو أنه عنده مشكلة وتدرس منازل، حلو بالتنسيق مع مدرسة حيها، لأنه أكيد أنه ممكن تأخذ منازل فور إكزامبل. تكلم مدرسة حيها أنه والله أنا فات بنتي أعطى اللقاح عشان يتواصلوا معنا، أكيد أنه حكون لنا آلية عشان الناس اللي زي كذا ما لحقهم. حلو. غير السعوديات ياخذون في هذه المرحله العمريه اللي موجودين في السعوديه؟ نعم جميع سعوديات مواطنات او مقيمات. طيب يتقدموا لاي مركز رعايه ولا ايش؟ لا لا لا. اللي ما لهم علاقه هناك بالمدرسه. فرق طبعا، هناك يعني خطه متكامله مع البرنامج. اللي ما لها علاقه بالمدرسه كيف تاخذوا؟ اتوقع انه لا، ليش ما لها علاقه؟ يعني لو افترضنا ان في واحده امية يعني تدرس ايوه في البيت في هذا العمر، اتمنى انه تتجه لمركز حيها وتبلغنا بذلك، بس انا اتوقع نسبة هؤلاء الفتيات جدا قليلة. جدا قليلة، بس انا اقول لو في يعني من الجالسين يسمعون. طيب سؤال اخير دكتورة، الصحي. بعد سن ال 14 ما ينفع ياخذوا؟ لا لا، هذا اللي بقول لك اياه، اتس نيفر تو ليت. انا اشجع الجميع ان تاخذوا، انا اخذته.
بعمر يعني بعد العمر. هو جدولة إعطاء هذا التطعيم كالتالي: من 9 لـ14 عاما جرعتين، وكفاءته أعلى، لازم نقول أوكي. هذا الشيء كفاءته أعلى إذا تأخذ بالصغر. ومن 15 فما فوق 3 جرعات. الجدولة 0 to 6، يعني في الشهر any time، بعدين في الشهر الثاني بعد الجرعة الأولى، بعدين الشهر السادس من الجرعة الأولى. إذا الكل يأخذه، بس أنتم برنامجكم لطالبات الأولى. هذا اللي هو الفوفري من الوزارة للمواطنين والمقيمين. أما والله أحد يبغى يأخذه موجود الآن، هو متاح الآن. الآن لو في وحدة تسمعنا وتبغى تروح تقدم، نعم، مستشفياتهم فور إكزامبل، في وحدة تتبع مستشفى خاصة اسمها كذا، ممكن تقول لدكتورها أنا أبغى أخذ هذا اللقاح، اللي هو لقاح فيروس الورم الحليم البشري، كذا يقولون للدكتور. نعم، بس أنا حابة أشجع الجميع أنه يأخذه، أنا أخذته وراح أحرص على كل أفراد أسرة أنه يأخذوه، لأنه يحمي من سرطان جدا شرس يا جماعة الخير، جدا شرس. وأحب أشكر الوكيل المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري فور يعني his support، دعمه إيمانه دائما أنه دائما يكون قائد أي نجاح يعني. وكرم يعني قبل كم يوم كرم في جامعة الدول العربية، فأنا من هذا المنبر أشكره من كل قلبي، لأنه خلى هذا الشيء يعني يكون باسبل أو ممكن. وإحنا نشكرك على هذا الحضور دكتورة، شكرا جزيلا لك وبالتوفيق إن شاء الله. أنا أشكر الدكتورة ندى منشي، بس أؤكد أنه لأول مرة في المملكة العربية السعودية هذا النوع من التطعيمات مو بس أصبح موجود، بل صار من ضمن جدولة التطعيم العام الموجودة لكل الأشخاص. وندعو كل النساء أنهم يتقدمون لأخذ هذا اللقاح حماية لأنفسهن. وبالنسبة لطالبات الأولى المتوسط فسيكون ضمن البرنامج المعتمد ما بين وزارة الصحة وبين وزارة التعليم. الله يحفظ الجميع. هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، غدا يتجدد معكم يا هلا، ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة.